فالمنظومة الصحية في بلادنا كفيلة باكتشاف والعثور على الحالات التي تستجيب للالتهابات الرئوية الحادة، لأن سبق وزارة الصحة قام بالتحسيس القطاع العام والقطاع الخاص بخصوص هذه الحالات وكيفية التوصل إليها. فالمطار جزء لا يتجزأ من سلسلة متكاملة، فيها المختبر، فيها التواصل مع المواطنين، فيها التنسيق مع الأجهزة المعنية، وفيها منظومة المراقبة والإنذار المبكر والاستجابة الاستباقية. الكاميرا الحرارية تستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية، لما تكون الحرارة أكثر من 38 درجة يكون هناك إنذار صوتي حتى يتم التأكد من حالة المشكلة. فترة الحضانة أقصاها 14 يوم، جوج الأسابيع. وهاد الناس اللي غيجيو اليوم يعني الإجراءات كما سبق الذكر تسجل عناوينهم وهاتفهم، ويكون هناك تتبع لمدة فترة الحضانة من طرف مصالح وزارة الصحة. ما كيكونش العزل ديالهم؟ لا، لأنه ما عندهمش أعراض، يكون العزل الناس اللي عندهم أعراض، هادو غير كان احتياطيا. رحلة كانت شي هذيك قلبونا باش يشوفوا شكون شي هذاك، اصلا ملي جينا لايغوبور ديال محمد سناك ما خلوناش نفوتوا كاع الكيت حتى شافوا شكون شي هذاك باش ما يدورش المر تاعنا في المغرب. والرحلة كانت دازت شي هذيك كلشي نورمال. بالنسبه لينا حنايا واخا ما كناش مخلوعين مع المدينه اللي كنت فيها انا، ما فيهاش بزاف الفيروس، ما دايرش بزاف، ما العائله تخلعوا بزاف كيبقاو يعيطوا عليك ضروري كل 3 ساعات 2 ساعات باش يشوفوا شكون شي هذاك. سينو حنا كنا جالسين باخا، اصلا ما كانش بزاف ديال البنادم عندهم نيو يير ديالهم، دونك يمشيو للبلاد، كيمشيو عند العائله، كتبقى مدينه خاويه.